نرجع لكم بقى مرة تانية وحبدأ معاكم القصة اللي كان حسام بيقول لكم عليها قبل ما نشوف منشطات الصحف. احنا قصتنا حلوة جدا وبتتكلم عن بنوتة اسمها أمنية اللي بيشوفها بقى وهي رايحة شغلها ما يتخيلش أبدا إن هي بعد لحظات ممكن تعمل إيه بالظبط. هي ماسكة في إيديها سكينة ومعجون وماسكة في إيديها كمان فرشة وألوان، مش بس علشان تلون، يعني الناس هتفتكر إن هي عايزة تلون حوائط، لا هي مش بتلون حوائط، لكن بتعمل إيه بقى؟ بترسم حروف اللغة العربية على الحوائط، يعني حاجة غير متوقعة برضو. لأنه أولاً صعبة لأنك ترسمي على سكيل كبير بالذات في الخط العربي، هي طبعاً خطها ودايماً الخطاط ارتبط بالرجال، خلي بالك يعني دايماً مهنة الخطاط تلاقيها ارتبطت بالرجل أكتر. وبعدين بنت والخط العربي برضو يعني كسرة شوية من الكتير أطمات التقليدية، ومن هي بتعمل ده عشان خاطر إن هي تعمل إحياء للغة العربية من جانب، وعشان خاطر إنه ده شغلها وهي كمان بتحب الفن، وهي كمان خريجة كلية دار العلوم في سنة 2016، وبالتالي يعني هي بتوظف دراستها وبتوظف كمان حبها للخط العربي وبتوظف حبها للفن في حاجة مفيدة جدا ومصدر أيضا لكسب الرزق. خلينا نروح بقى نشوف أمنية بترسم الحاجات دي فين في التقرير اللي جاي. فكرة الرسم بالحروف أو كده جات لي من بعد الكلية، لأن أنا ما كنتش حابة أشتغل يعني في مجال التدريس أو ليها أو حاجة ليها علاقة بالكلية يعني. فواحدة واحدة ابتديت إن أنا أتعلم الخط العربي، خصوصا الخط العربي الحر، فما كانش مقيدني بأي يعني بأي ورش أو أي قواعد يعني نسب للحروف. فابتديت إن أنا أتبع الصور وأعرف الكيرفات بتاعت الحروف وأتبع برضو الأدوات بتاعتها، ونزلت المكتبات سألت عليها وجبتها، وبعد كده ابتديت أشتغل أونلاين. كان برضو فكرة إن أنا أتفرج على الرسم بس، وبعد كده جبت فيديوهات الخط الكلاسيك الثلث والرقعة والنسخ، وابتديت إن أنا أعرف إزاي أصلا أمسك قلم الخط العربي. فرق ما بين الخط اللي انا برسمه، انا برسم خط حر، الخط الحر ملوش اي نسب، يعني انا مش ملزمه بنسب الحروف، انما الخطوط الكلاسيكيه خط نسخ او رقعه او ثلث او كوفي لا بيكون ليه نسب معينه، انا ملزمه برولز معينه، انما الخط الحر لا، مش انا مش ملزمه باي رولز. وده اكتر حاجه ساعدتني في ان انا ادخلها في ان انا ارسم مثلا على قلل، او ان انا ارسم على طباق، او ان انا ارسم ادخلها في اي حاجه، ان انا ادخل الخط الحر في اي حاجه خصوصا في الديكور. الخط بالنسبه لي كان في الاول هوايه، وبعد كده لما انا ابتديت ان انا يعني مش حابه ان انا اشتغل في اي حاجه غير في الحاجه اللي انا بحبها، والحمد لله ربنا وفقني في حاجه زي كده. فابتديت ان انا نزلت كذا شركه تدريب هندسي، او ان انا ادي ورش، لا انا حابه ان انا اكمل في الخط العربي، وحابه ان انا يبقى ليا جاليري كبير ان انا احط فيه كل منتجات الخط العربي اللي انا بعملها، حتى الناس مثلا اللي بتبقى بعيده انا مش اقدر ان انا ارسم لها، او ان هم مش عارفين ان هم يوصلوا لي، فممكن يعني ده بيجي في تابلوهات، يعني ان انا ببعت تابلوهات، او ان انا ببعت لهم حاجات ان هي اقدر ان هي تتشحن من مكان لاخر يعني. فانا حابه يكون لي باذن الله اكبر جاليري في مصر عن الخط العربي. والله تسلم ايدك يا أمنية بصراحة، يعني يمكن حسام في الفاصل كان لسه بيتكلم بيقول انا بفكر جدا جدا، يعني في ركن عربي عندي ممكن تيجي. والله دي يعني استغلك يا أمنية. بالظبط، احنا هنستغلك. هي حلمها ان هي تبقى عندها اكبر جاليري للخط العربي في مصر، واحنا الخط العربي احنا كمان الثقافة العربية والإسلامية تميزت، لان احنا ما كانش عندنا الصور فكان الخط هو البديل. صحيح. فاحنا ابدعنا في الخطوط كما لم تبدع أمة، يعني خلينا نقول في التاريخ كله.